أنا كل من ظهر كلها أمين. أولا أشكر الله من كل القلب أن اداني الفرصة أن أخذ بركة قداس عيد ماري مرقص معاكم. ودايما كل ما بصلي قداس عيد ماري مرقص بفتكر أول قداس صليناه. فاكرين كان سنة كام؟ سنة 80، 8 مايو 1980 مع أبونا بشوي كامل. مين فيك؟ 70. 70 يعني كم سنة؟ مايو 70 يعني كم سنة؟ في حد فيكم أكبر من 42 سنة؟ في حد فيكم كان موجود في القداس ده؟ ريزة أيوة 3-4. طبعا ما ننساش أبدا اليوم ده، يعتبر افتتاح أول كنيسة في أمريكا كلها. شوف النهاردة من سنة 70 لحد النهاردة عمل ربنا قد إيه شكله، وبركة البابا شنودة الثالث اللي كان بيشجع دايما على عمل الكنائس وبناء الكنائس. عشان كده بنحتفل بعيد ماري مرقص، وانا فرحان ان ماري مرقص حط رجليه، اول ما حط رجليه في لوس انجلوس وبعدين نيوجيرسي، وبدا يشتغل في كل نورث امريكا وفي العالم كله. ماري مرقص كاروز الديار المصريه، وخليفه ماري مرقص البابا شنودة الثالث عاش بنفس روح ماري مرقص. بابا شنودة كتب كتاب كامل عن ماري مرقص، لو بتفتكروا الكتاب ده ممكن تجيبوه وتقروه شوفوا كتب ايه عنه. كتب على ماري مرقص الشجاعة، والبابا شنودة مش كان شجاعة؟ كان قوة الشجاعة، وكان يقول لنا دايما كده ما نخافش ما نخافش ما نخافش. افتكر مرة لما ناس بعتوا له قالوا له يا سيدنا يرضيك دم الناس اللي بتموت، مسك الصليب كده قال دم الشهداء مش رخيص، دم الشهداء مش رخيص، لازم ربنا ينتقم، ما تخافوش احنا ما نخافش. وقت مرة قال احنا ما نخافش. فالشجاعة دي أخذها من ماري مرقص، روح ماري مرقص كانت معاه لأنه خليفة ماري مرقص، ونقالها لينا إحنا كمان، اتعلمنا إحنا كمان الشجاعة. أخذ من ماري مرقص الإيمان، الإيمان القوي. راح في حتة لا دريان بدنيا ولا حاجة، ثلاث حضارات جبارة، الحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية، وحتة شاب صغير كده ماشي في الصحراء، إزاي يقدر يواجه الحضارات الجبارة دي؟ والبابا شنودة برضو كان عنده الإيمان القوي، وكان دايما يعلمنا الثلاث كلمات الحلوة، ربنا موجود وكله للخير ومسيرها تنتهي. حاجة رائعة. بإيمان ماري مرقص اللي ربنا اشتغل معايا وهو بلا أي إمكانيات، هكذا أيضا اشتغل رب المجد يسوع مع قداسة البابا واداله الإمكانيات الجبارة اللي يقدر يشتغل فيها ويقدر يكرس في المسكونة كلها ويعمل العمل العظيم مع كل إنسان. أيضا كان ماري مرقص عنده دايما رجاء أن كل حاجة لازم تتحل، وعنده رجاء ان ربنا هيحل، هيعمل خدمه وهيشتغل بالخدمه سواء بيها من غيره. والبابا شنودة كان عنده رجاء دايما دايما يقول ايه مسيرها تنتهي وربنا قادر على كل شيء، ما فيش مشكله ما لهاش حل. وكان دايما يشجعنا قوي 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 لما كنا نروح نقول له ان في مشكله يا سيدنا في الموضوع، قال ده ربنا بس متاخر شويه عشان نحس بقيمه الموضوع ده، اهو لما ربنا يحله ان الفضل مش لينا احنا، الفضل لربنا. وعشنا بالرجاء ده وتحلت المشاكل وشفنا ايد ربنا بتشتغل معانا. ايضا ماري مرقص كان انسان قوي قوي في الدفاع عن الايمان والدفاع عن العقيده وسط الهرطقات اللي كانت حواليه، الهرطقات الفرعونيه واليونانيه والحاجات دي كلها والبسنية. وكان بابا شنودة أيضا قوي جدا في مواجهة الهرطقات ومواجهة البدع، وكتب كتاب اسمه بدع وهرطقات حديثة، لأن في بدع قديمة اللي هي الأريوسية والحاجات دي كلها، والناس فاكر أنها خلاص ربطت على كده، لا ده في بدع كتيرة جدا جدا كان بيحاربها البابا شنودة، قاعد يحاربها كل أيام حياته، مواخد روح ماري مرقص في قوته في مواجهة الهرطقات ومواجهة البدع. أيضا ماري مرقص كان كارس كاروز كرس في مصر والخمس مدن الغربيه وفي افريقيا واماكن ثانيه في مع بطرس الرسول وغيره. والبابا شنودة كان كارث عظيم، كارث اخذ من روح ماري مرقص وكرس في كل العالم، راح 38 دوله، وجه زار امريكا هنا حوالي 54 او اكثر مره زارهم هنا، اكثر بلد زارها في العالم كله هي امريكا. بعض الزيارات كانت للعلاج، لكن ايضا كان في ايام العلاج كان فيها كرازه وخدمه ويقابل الوفود دي ويقابل الكنائس دي، لا يهدى ابدا انه يشهد المسيح. وافتكر لما كنت سكرتير قداسه البابا سنه 89 ورحنا استراليا، وكان المفروض يدي محاضره في الجامعه اللاهوتيه الكاثوليكيه، فبيقدموا البابا شنودة ان هو رئيس طائفه اسمه المونوفيزايت. فانا شفت البامفلت كده
قلت له يا سيدنا شايف كاتبين على قداستك ايه؟ ان قداستك رئيس طائفة المنوفذات. قال طب كويس انك قلتني، انا هغير المحاضرة وهتكلم عن النقطة دي. وقعد يقول لهم يعني ايه منوفذات؟ يعني ايه طبيعة واحدة؟ هل احنا بنؤمن بطبيعة؟ ايه الطبيعة اللي احنا بنؤمن بيها وطبعا ما بنؤمنش بيها؟ ما عرفوش يرد. احنا نؤمن بطبيعتين متحدتين مع بعض بغير اختلاط وامتزاج وتغيير، لاهوت ولم يفارق ناسوت ولحظة واحدة، فطبيعة من طبيعتين. فقعد يشرح فيه يمكن ساعتين بيتكلم بمنتهى الهدوء والقوة باللغة الإنجليزية طبعا. وكان النتيجة ان عميد الجامعة قال احنا نحني رؤوسنا اعتذارا لان احنا جهلة مش فاهمين يعني ايه. الراجل عميد الجامعه قال نعتذر لقداستك يا قداسه البابا ان احنا ناس جهله ما كناش فاهمين يعني ايه طبيعه واحده ويعني ايه طبيعتين ويعني ايه منوفذات. كارثه عظيم، كارثه بالكنيسه القبطيه، وعرفها للعالم كله في رحلات لا يهدأ له بال، ويتحرك ويطلع وينزل ويروح ويجي. شفت جالكم كاليفورنيا كم مره؟ كان يبقى جاي من استراليا على لوس انجلوس، على لوس انجلوس يروح مش عارف فلوريدا فين، لا يهدأ له بال. لما كنا مع سيدنا في رحله كنا احنا بنقع من طولنا، وسيدنا اسد صدقوني اسد لا يهدأ أبدا. كنت اخذ سيدنا معيد لحد الساعه 10 بالليل على 4 اخر معادي خلاص 11، وانا خلاص يا سيدنا ده اخر معاد. قال لا ده انا مدي 4 مواعيد تاني كمان، معاد الساعه 12 والساعه 1 والساعه 2. اقول له ربي ازاي نخلص الساعه 3 الصبح؟ ما يقول لي هنبتدي من 6 الصبح يلا اول زياره. عندنا قداس عنده، كنا يا دوبك ينام ساعه ساعتين، واحنا طبعا عاملين نقع من طولنا حواليه ونشوف الاسد الجبار ده اللي كان بيشتغل وبيخدم ويكرز بالمسيحيه ويكرز بالكنيسه القبطيه في العالم كله. البابا شنو ده سيره حلوه جدا في تعليم. مرقس كان معلم وكتب لنا انجيل مرقس وعرفنا ازاي التعليم الحلو عن المسيح. والبابا شنو ده كان معلم يا ملوه الاف العظات. تخيلوا بقى لو واحد يقعد يتفرج كل يوم على عظه للبابا شنو ده، عايز له كم سنة عشان يخلص العظات دي؟ 10 سنين. ده غير عظات الرهبان وعظات أمريكا وعظات أستراليا، ده بس عظات مصر. و140 كتاب، كتير منهم الترجم للغات مختلفة، إنجليزي وفرنساوي وغيرها وغيرها وغيرها. الحقيقة معلم عظيم وكارز وواعظ وحكيم وكل حاجة. إحنا نفخر ان احنا جيل اللي عاش مع خليفة ماري مرقس، نقول له يا ماري مرقس زي ما انت ربنا ارشدك واخترت لنا اللي يجلس على كرسيك البابا كرولوس والبابا شنودة، كملوا بعضيهم. وخلي بالكم لحظة انا اخدت بالي منها، ان ربنا بيبعت لكل رئيس جمهورية البابا اللي يناسبه، فبعت لعبد الناصر البابا كرولوس، ما ينفعش معاه غير البابا كرولوس، كان انسان ديكتاتور فظيع، ويقعد يصلي النهار لحد ما دوب قلبه. وبعدين انتهى عصر عبد الناصر، انتهى البابا كرولوس عطوا التنايح، وجاب للسادات حسني مبارك جاب لهم البابا شنودة اللي كان بيدي الحجة بالحجة ويدي مقالات ويدي 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 ده الجيل ده يناسب. وانتهى عصر مبارك وانتهى حياة البابا شنودة. عشان كده في شروع في رئيس جمهورية جديد وبابا جديد، صلوا ربنا يختار البابا المناسب لرئيس الجمهورية المناسب وللكنيسة القبطية، يكمل العمل اللي عمله البابا كرولوس والبابا شنودة، يكمله البابا الجديد. اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فاعل الحصاد، يرسل راعي. نقول يا ماري مرقس اختار اللي هيجلس على كرسيك من عندك أنت، أنت مع رب المجد يسوع تختاره، تختاره ومع البابا شنودة تختاره الخليفة اللي هيمسك على كرسيه. ربنا يبارككم جميعا، بركة البابا شنودة وبركة ماري مرقس، بركة أيام مقدسة تكون مع جميعا. امضوا بالسلام، سلام من ربكم مع جميعكم.